النظام يروح، النظام يروح بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح يا شهيد ارتاح ارتاح ويا شهيد ارتاح ارتاح يا شهيد ارتاح ارتاح ويا شهيد ارتاح ارتاح واحنا نواصل الكفاح واحنا نواصل الكفاح قال ناصب ايده بارود قال ناصب ايده بارود واحد بيلعب باب بيته هو أبوه ارتع الجيش أو شاف إنه هذا الموضوع خطر عليه شكل خطر عليه فمباشرة ما أطلق النار علينا وتحجج بإنه في مقاومين أو في ناس أطلق النار على البرج واشتبه فينا. أنا ساكن قريب من البرج بس الحمد لله ربنا اختار وربنا يعني وجود هو أكثر كان في انتشار عسكري كان كثير كان في وجود لآليات داخل البلد كانت حجتها إنه بتطارد في سيارة وكان في جنود مشاة قريبين من البيت وكان في وجود على البوابة الرئيسية اللي بتدخل عنا بصالح. أهم شيء إحنا ما صار صار كتب الله بس إحنا ما بدنا يصير لقدام ما بدي أطفال غير هذا ما بدي ناس أبرياء. يعني كل الشكر والتحية لهذه المناضلة العائلة المناضلة اللي اتخذت قرار معنا بالأمس لتشريح هذا الجثمان اللي يعني نخجل أمامه ولكن هذا هو الاتجاه الصحيح لمحاكمة هؤلاء القتلة وليكون هناك ملف قانوني مكتمل. احنا بنعرف ان يعني العدالة صعبة يمكن في الأرض ولكن يجب ان نستمر في المطالبة بحقوقنا بملفات قانونية. اعتدنا دائما انه كرامة الشهيد وكرامة الميت وبالدم بالروح نفديك يا شهيد وما نستمر بالمحاسبة القانونية. اليوم في اجراءات قانونية يجب ان يحملها كل مسؤول وتحملها الجهات الرسمية للمحاكم الدولية لأن لا نثق بتحقيقهم. حققوا من قبل في جريمة دوابشة وأبو خضير والعديد من القتل لا نثق بهم ولا بمحاكمهم حتى ثقتنا بالقانون الدولي مهزوزة نوعا ما ولكن لن نسكت ونستمر بالمطالبة ودائما يجب أن يكون لدينا ملفات قانونية حتى نصل لما نريد ويحاسب القتلى يوما ما.